اتفضل يا كابتن نتعرف. عارف عليا؟ اه ما انا سعيد بيه عارف، يا كابتن. بس ايه كل ماتش معلش دي اهلاويه انا سعيد بيه ده؟ اه انت طبعا. مش شايف؟ ما انت قلتها. لا يعني انا مستغرب. انت منور دايما يا المفروض ان انت كابتن. اللي هتدير الحوار يعني، هتسالني تقول انا معايا كابتن سعيد الجدائي اه والله مدرب الفريق خلاص، الفلاني. يبقى نقولها بقى كل اه مرة. انا كويس. اه يعني هم طب تحب ناقشوني تقول حاجة على الماتش النهاردة ولا حاجة؟ يعني. انا اتمنى ان هم يقدموا مباراه كويسه، وانا اعرف ان فرقه المستقبل او بيرسي فرقه كويسه وسمعت عنها كلام كويس. ارجو ان هم يعني يقدموا مباراه كويسه الاثنين مع بعضهم، يطلع يوم جميل يعني. يا رب، اللهم امين. تحب توجه حاجه للاتحاد ولمنطقه الجيزه انا اتمنى بالمناسبه يعني؟ يعني بالمناسبه البطولات ضعيفه، كانوا المفروض عملوها مجموعه واحده اه يعني. انا ما كان يعني القاهره عاملين مجموعه واحده، كل الفرق بتلعب مع بعضها، اما قسمينها 6 فرق او 7 فرق، 8 فرق، فرق ضعيفه، اعملوها مجموعه واحده يعني. هنتكلم السنة دي إن شاء الله يعني بإذن الله، عاملينها مجموعه كده وأنا هوصل للكلام ده يعني. والله الكلام ده بدأ بدري، للكابتن كانت جمال. المسابقه بأول الوقت اللي كان بدأ بدري، المسابقات بدأت بدري زي ما كان بيتعمل الاول في شهر 7 و8، بدأت بدري وعملتها على مرتين الفرق كلها، بحيث ان كل الفرقه تلعب ماتش عندها وماتش بره جوه ملعبها وماتش بره ملعبها. اللي هي طبعا القاهرة كويس، وطبعا طبعا ما هي نتمنى منافسات قويه، كل بيلعب مع بعض. وانت دلوقتي مقسمني مقسم وادي الترسانه وادي مش عارف ايه 6 7 فرق عامل مجموعه، والمجموعه الثانيه هنا 8 فرق. وبعدين يعني لا انت عندك حق فيها والله يا المفروض ان كابتن. انا كل الفرق تلعب مع بعض، حتى عشان الناس تزيد، الناس اللي هي اقل من نادي الزمالك والترسانه والشرقيه بالدخان مستواهم يرتفع. لكن لو انت هنقدر نجيب ناشئين او جيل جديد فعلا. بالظبط، لكن انت كده مقلل. انت انا بلعب عدد ماتشات اقل، انا بتقسم مجموعتين عدد ماتشات اقل. الولد من دول محتاج يلعب له على الاقل بتاع مش اقل من 20 ماتش اقل حاجه. عموما احنا شاكرين سعيد للكلمتين بيك الجمال دول، ويا ريت بقى ايه تعيد وتشوفهم منهم. ان شاء الله. ان شاء الله. شاكرين يا كابتن. فرصه سعيده. شاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف يا كابتن. كابتن محمود دلوقتي مدير فني قطاع الناشئين بنادي المستقبل. اهلا وسهلا بيك. النهارده في ماتش بينك وبين نادي الزمالك طبعا. ان شاء الله. عندنا اولاد موهوبين، ربنا يوفقهم ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. هتحب تقول حاجه للاتحاد المصري والمنطقه بتاعت الجيزه بقى دلوقتي؟ لا والله اتمنى لهم التوفيق وربنا يوفقهم، الدوري يتم ويكمل والاولاد الصغيرين يديهم اهتمام. انا شايف ان الدوري ماشي كويس ان شاء الله باذن الله. احنا سعداء بهذا اللقاء يا كابتن.
لا الرحمن الرحيم عبد اللطيف كابتن حماد عبد اللطيف ده الحاول بتاع الزمالك طبعا. تحب توجه كلام للاتحاد برضه ولا حاجه؟ لا انا بوجه كلام لفرقتنا بتمنى توفيق لنادي الزمالك. احنا بنلعب قدام فرقه كويسه وزي ما الكابتن سعيد اتكلم وقال كنا نتمنى المجموعه تكون مجموعه واحده عشان يكون منافسه. نعتبر ده من اصعب ماتش ممكن نلعبه او اهم ماتش بالنسبه لنا ممكن نلعبه. واتمنى اصلا كان نادي الزمالك يعني يرجع للنظام القديم دوري الجمهوريه يشارك في دوري القاهره مع فرق كويسه من فرق القاهره مع الاهلي وانبي عشان في استفاده كويسه للعيبه. وانا سعيد جدا بهذا اللقاء والله. انا عارف. اتفضل يا كابتن نتعرف. مصطفى سليمان حارس الفريق الاول في نادي بيبسي. طبعا ان شاء الله نتمنى فوز نادي بيبسي على نادي الزمالك. بشكر برضو كابتن سمير ما بيسيبناش في الماتشات والله. بص كلمني وانا اجي لكم. كلمني على التليفون وانا اجي لكم. ماشي ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف على سيادتك. رضا هاشم ضرب راس بابا في نادي الزمالك 20 سنه 20 سنة ها؟ انت جيت لنا اكتوبر هنا يا كوزمان؟ طبعا. ها؟ طبعا. قابلتك انا هنا كتير. والله؟ طبعا كابتن سمير انا على التعريف يعني. الله يخليك يا كابتن. النهارده في ماتش ايه بقى؟ لاعب جولدي ان شاء الله 20 سنة. 20 سنة. ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. اسمك ورقم فانيلا. محمد صارت رقم 3. اسمك ورقم فانيلا. رقم 12. محمد فتحي رقم 9. كم رقم؟ محمد بالظبط 24. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف بالكابتن محمد علي الديب حكم الدرجه الاولى منطقه الجيزه. حكم المباراه النهارده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. اتفضل يا كابتن. هشام محمود حكم الجيزه درجه اولى. اهلا وسهلا. مساعد حكم ها؟ ايوه. المساعد الثاني حسين فوز محمد منطقه الجيزه. نورت نورت. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة بين نادي الزمالك
ونادي المستقبل بيبسي، وبدأ الشوط الأولاني بين الفريقين. كرة مع بيبسي راحت 24 ماشي بيها 13 13 ده 17 6 13 تاني راحت هناك فاول على نادي الزمالك. رقم اثنين وعشرين سايد
10 زمالك. اهلا، نزلت لك اللي انت عايزه. انا بص اعمل صبر على الحكم.
سلام ازيك حبيبي؟ الحمد لله. ازيك انت؟ ايه 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 ايه
طلع كيمو خليه كيمو
محمد عيد قدامك مكانك. عايز انت في نص الملعب مع محمود خالد الصبح. احنا
خلي عيد قدام. ايوه كده عيد. What?
انت يلا Thank you.
انتهى الشوط الاولاني بدون اهداف بين الزمالك اللي كان على يمينك وبيبسي اللي كان على شمالك.